بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ فهد العنزي من السعودية، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. أهلا بك. نود منك إحاطتنا بانطباعك حول أداء شركة المحيط وأداء موظفيها بداية من التراسل بالواتساب. والله الصراحة يعني إبداع بشكل ما تصور، وأنصح الجميع أنه يعني يتعامل معه. بالنسبة للواتساب متواصلين معي من أصل إلى المدينة إلى أن أخرج منها، من على مدار الثلاث رحلات أو أربع رحلات اللي تواجهني، وشغالين معي باهتمام، والسواقين يعني أون تايم. الاستقبال في المطار؟ الاستقبال في المطار ما عليهم كلام، يعني يشوفك على طول، يتصل فيك، ياخذك، ما يخليك تنتظر لو دقيقة أو دقيقتين، يعني ما شاء الله عليهم على الوقت. وبالنسبة للمناطق الثانية نفس الطريقة، استقبال وتوديع وكلها. والفنادق صراحة وحجوزاتهم بالفنادق ما عليها كلام، يعني تجي حجزك موجود وكل شيء موجود وشغلك مرتب. صراحة أنصح الجميع يعني فيها، شركة ما عليها كلام، شهادة الجميع. الرحلات السياحية الداخلية ممتازة والله، يعني الأماكن كلها اللي في المنطقة يوريك إياها، وإذا حاب أنت يعني تروح لأي مكان ما عنده أي مشكلة يوديك، لأنه الجولة لك موجود، هو ما يتعداك. الصعوبات التي واجهتك؟ والله الحمد لله ما في أي صعوبات بالنسبة للي واجهتنا الحمد لله، لأن أنا متواصل معهم دائم. بالنسبة للأخ هشام والأخ أبو عبد الله وبرضو الأخ جمال تبع المواصلات، يعني متواصل معهم فما واجهت أي صعوبات ولله الحمد في كل شيء. كلمة أخيرة؟ أشكر الجميع على التعاون، وأنصح بالتعامل مع هذه الشركة، شركة المحيط ممتازة ما عليها أي كلام صراحة. نقول بارك الله فيك، توصل إن شاء الله بالسلامة. الله يسلمك. ونشوفك مرة ثانية إن شاء الله على شركة المحيط. حبيبي تسلم. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.